الحاجة دي تمام، مستنيك كل مرة بقى. مساء العسل يا فارس بيه. انت غيرت المكان ولا ايه؟ دواعي امنيه بقى. وانت بيهمك يا عمهم حرس ولا تخون يا فارس باشا؟ المهم جاهز. مرع دايما جاهز. المهم ستاف مية مية. نمبر وان يا ريس. حبيبي. ميت بيس عليك. صباح الفل. أيوة يا فارس، أنت فين؟ هقابلك أنا بنفس الحتة. لحد امتى هتفضلي ضعيفه؟ لسه مش عايزه تبطلي؟ عايزه يحصل لك ايه تاني من ورا الهباب ده؟ خسرتي جوزك بسببه وبقيتي حراميه. سرقتي مين؟ جوزك؟ لسه عايزه تشربي تاني؟ بعد ما شكلي بقى زباله. مش بس كده، وحراميه وخلتيه يطلقك. طبعا عنده حق يطلقك. لو عالم بقى افتكرت بتودي فلوس دي لمين؟ تغلبي على ضعفك بقى. يا فارس، ايه الاخبار؟ كله تمام سعادتك. ايوه تمام. ايه يعني، في اخبار؟ لا لسه ان شاء الله هعرف الاخبار باذن الله. ان شاء الله؟ امال تمام ايه وزفت ايه؟ لا انا قصدي عن الحاله الامنيه بتاعت الشركات كلها تحت السيطره. انا لسه عامل جوله بنفسي. نعم يا اخوي، حاله امنيه ايه وهباب ايه؟ الله، هو انتوا بقيتوا خايبين كده ليه؟ تفضل يا استاذ، مش عايز اشوفك هنا تاني الا ومعاك اخبار. مفهوم؟ مفهوم سعادتك. طب اتفضل يا اخوي، وريني جمال خطوتك. تحت امرك سعادتك. اهلا. اهلا بيك. اهلا يا حبيبي. اهلا بيك. تعال يا راضي. روح يا راضي. في ايه يا راضي، مالك؟ ابدا سعادتك، الجدع ده اول ما بشوفه دمي بيتعكر. اوه يا عم راضي، شيله من دماغك بقى. اقعد اقعد. مش لما يشيلني هو الاول من دماغه؟ قول لي يا راضي، ايه الاخبار؟ تمام سعادتك، اخبار كويسه جدا. Thank you.
انا هيدا اليوم بالنسبه لي تاريخي. ليه بقى ان شاء الله؟ ليه ليه؟ انت اللي طلبت نسهر، دي اول مره تحصل، ده تاريخي يا اخي. انت شطار. ايه شطار؟ ليه ما تقولش اني رجعتك لحياتك وخليتك تستمتع؟ كلام أبلسة بجد. أبلسة؟ ماشي، مقبولة منك. أمال فين لامار؟ ليش بتسأل على لامار؟ يعني ما تكلمها كده هشوفها، يعني أخرت ليه ولا في إيه بالظبط؟ طمن عليها يعني. تقبرني على عيني. طلع منيح؟ لامار إيه؟ لامار؟ هاي كيفك حياتي؟ كيفك انت؟ اخبارك؟ الحمد لله كتير منيح. تمام. ايه اللي اخرك يعني؟ معلش كان عندي شغل كان لازم خلصه قبل ما اجي. ايه شو الاخبار؟ مفيش اخبار، الدنيا مضلمه من غيرك. قصدي يعمل المكان نفسه مش ايه الكلام العسل ده؟ لسه قلت الرومانسيه بتاعتك دي. الراجل بقى شاعر بسببك. ايه اوكي روح على اذنكم. روح امشي. ما بقدر، بقول لك ما بقدر. ولك انت على طول هيك. ايوه بس ده موضوع خطير جدا. ده ايه يا سابق؟ انت مال قلبك بقى خفيف قوي كده ليه؟ مش مساله قلبي خفيف، بس احنا عندنا حلول تانيه كتير قوي. هو في ايه يا سابق؟ هو انت اللي بتقرر ولا احنا اللي بنقرر؟ نفذ اللي قلت لك عليه. نفذ يا سابق، نفذ يا سابق. بس مالك يا عمي؟ خير؟ ستر يا رب. تشرب ميه؟ انت كويس؟ خلاص يا ثابت، بقيت مسجون بين اربع حيطان، لا قادر تتحرك ولا قادر تتكلم، وحمل كبير قوي فوق صدرك بتصرخ من جواك 100 صرخة، محدش سمعك ولا حس بيك، عايش مع كوابيسك وأشباح بتطردك. يا ترى الحكاية خلصت على كده ولا اللي جاي أصعب؟ يا ترى إيه يا ثابت؟ إيه؟ اهلا 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 حبيب بابي. اهلا اهلا اهلا. انت حبيب بابي وروح قلب بابي من جوه. وحشني قوي يا تموره. انت قوي يا بابي. يا حبيب تامر، بس اللي وحشك. معقوله اللي انت بتقوليه ده؟ طب ده انا بموت في تامر علشان ده هديه ام تامر ليا. ام تامر دي بلدي قوي يا عز. وإيه يعني؟ في أحلى من البلدي؟ من فات قديم وتاه. وبعدين لعلمك بقى، أنا راجل عصام، بنيت نفسي بنفسي، ما اتولدتش في بقي معلقة ذهب. بس أنت يا حبيبي بقيت في كاتيجوري تاني خالص. وخلي بالك، رجل أعمالك كبير، كل كلمة محسوبة عليه. إيه، حتى الكلام. الكلام كمان هيحسبوه عليا؟ مش كفاية الزفت اللي اسمه الفيسبوك ده راصد كل حركة للواحد، يبقى تعيشها تقرف. مالك يا حبيبي؟ جاي متعصب كده ليه؟
متعصب؟ هو اللي يشوفك يتعصب برضه يا انجي. لعلمك اللي يشوفك يشوف كل حاجة في الدنيا دي جميلة وحلوة، وحتى لو عنده مشاكل ينساها فورا، ولو حاول يفتكرها ما يقدرش. لا انت مش عصبي خالص، انت مزاجك عالي قوي. مش كده؟ بقولك ايه؟ العشاء جاهز؟ انا ميت من الجوع. العشاء جاهز وتمورة سهران ومش راضي يتعشى غير لما بابي يجي، صح يا تمورة؟ تمورة ده حبيب بابي، حبيب بابي. طب يلا بقى غير هدومك على بال ما خلي ادريس يحضر لنا العشاء. اوكي تيجي معايا تمورة؟ يلا. عندك عمي التاني برضو لازم تاخدي بالك منه. ما تقلقش على عمك، انا بعمل له كل حاجه قبل ما اجي عليا. شطوره. بقول لك ايه؟ اللحظه انت كده اتاخرتي خالص، لازم تروحي. ماشي، انا هنزل اخد تاكسي كده واروح على طول. تاكسي ايه؟ لا طبعا، انا اللي هوصلك. بس ما ينفعش هتسيب عمي كده لوحده. لا ما عمك نايم حلو اهو زي الفل، ما فيهاش حاجه خالص. يعني فلنفرض صحي محتاج حاجه. ده لا هو شاطر وهيفضل نايم لغايه ما اجي له. يلا هوصلك، مش هينفع اسيبك لوحدك. خلاص اللي تشوف. اتفضلي. ايوه ماما. لا انا كويسه وزي الفل. ايوه حبيبتي بس صوتك ما بيقولش كده. طب خلاص يا ماما انا مش كويسه وبصرخ وبشد في شعري زي المجانين. ارتحتي يا بنتي؟ انت عايزه تقلقيني على طول عليكي؟ وايه اللي يخليكي تقلقي بس يا حبيبتي؟ انا كويسه وزي الفل، مشكله طلاقي بقى انت كل ما تكلميني تفكريني بيها. يعني مش عايزه اتكلم خالص يا راجيه؟ انا ما قلتش كده على فكره، بس لما تكلميني ما تقعديش تقولي لي مال صوتك وشكلك زعلان والكلام ده. حاضر يا دكتورة. طيب يا ماما عايزة حاجة؟ عشان أنا دلوقتي رايحة المستشفى أشوف العيانين اللي بجد، مش اللي مجرد متطلقين ومتضايقين شوية. أوكي لو عاوزتي حاجة كلميني. باي. سلام. سلام يا قلبي. إيه ده؟ أنت ما قلتلهاش ليه على العريس؟ هو أنا لحقت؟ يا دوبك بتكلم دخلت فيا شمال. يعني إيه دخلت فيك شمال؟ معلش أنا مش فاهمة. يا سلام، ده انت عارفه دخل فيها شمال ازاي وسمعاني وسمع كل حاجه. لا عارفه انك مش عايزه تقولي لها. ومش عايزاني اقول لها ليه؟ علشان اتطلقت وانت خايفه على مشاعرها وانا مش عارفاكي ولا ايه؟ الله، هو غلط ان انا خايفه على مشاعر بنتي؟ انت كاختها لازم تخافي على مشاعرها. ماما انت فاكره بنتك فارق معاها انها اتطلقت؟ دي ولا في دماغها. يا سلام، انت عايزه تقول ان اخت الجبال لما بتحسش؟ انا بس عايزه افهمك حاجه، واحده زي راجيه دي تزعل ليه انها اتطلقت؟ دي واحده غنيه وعندها فيلا كبيره واحدث موديل عربيه ومعاها فلوس في البنك قد كده، تزعل ليه؟ هي اصلا مش فارق معاها رجاله. ما هو قرك ده هو اللي جايبها ورا. انا قراره يا ماما؟ يا سلام، واللي بتقوليه ده اسمه ايه؟ مش قر؟ انت بتحبيها اكتر مني. ايوه جينا للاسوانه المشروخه. لا هي مش مشروخه عشان دي الحياه وانت عارفه كده كويس. بجد؟ اه ربنا ياخدني عشان ترتاحي مني. سايبها لك. انت يا بنت رايحه فين؟ راح اكلم وائل خطيبي اقول ان ماما هتاجل الخطوبه عشان دكتوره الشمامين اختي لسه متطلقه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. اه يا غلبياني. ايه؟ ايه يا ابني مالك؟ في ايه؟ عايز انام. عايز تنام؟
يا راجل ده انت جاي النهارده متاخر، في ايه؟ ما نمتش طول الليل، كان عندي يعني شويه ارق كده. ارق؟ ارق ولا الشيطان اللي اسمه مشيل عدى عليك امبارح تاني وخرجتوا تسهروا مع بعض؟ لا يا عم مشيل ايه؟ انا قاعد في البيت طول الليل. ما انا مكلمك امبارح فوق الثلاث مرات وانت ما ردتش. لا ما انا تليفوني كنت عامله سايلنت. بقول لك ايه يا ناير؟ بلاش تسيء على اخوك، عشان وانت رايح كنت انا راجع. كنت انت راجع؟ ماشي يا عم لاور. ناير، بلاش موضوع طلاقك من مراتك ده يدمرك، ويمشيك في سكه مش بتاعتك، ويمشيك في سكه مش لايقه عليك اصلا. بقول لك ايه؟ انت مكبر الموضوع كده ليه؟ يا ناير، يا ناير انت عارف ان انت اكتر من اخويا. وبجد بقى انا يهمني مصلحتك. يا جدع ده انا اسراري كلها معاك. وبصراحه بقى اللي بره الحكايه بيبقى شايفها احسن مليون مره من اللي جواها. طب ايه رايك بقى ان انا اليومين دول في قمه السعاده؟ ما هي بتبدا كده في الاول يا صاحبي، بعد كده هتزعل، وهتزعل قوي كمان. ما تخافيش بيلا يا حبيبتي، وحشتيني قوي. ايه ده، هو انتوا تعرفوا بعض قبل كده ولا ايه؟ ايه اللي اعرفها، دي مولوده على ايدي. بجد؟ طب كويس، معنى كده بقى ان انت عارفه عنها كل حاجه، تطعيماتها واكلها وكل حاجه. طبعا انا كل بيت له الكارت بتاعه عندي. المهم طمنيني انت اخبارك ايه. انا تمام كويسه. ليه بتساليني السؤال ده؟ لا ابدا يا حبيبتي، انت عارفه ان انا بحبك واحب اطمن على اخبارك، بس واضح ان المهندس رائف يعني بيعزك شويه زياده. أصل اشترى بيلا من عندي عشانك هدية. طيب بس عشان ما عطلكيش، عايز أعرف عنها كل حاجة، أكلها، شربها، حمومها، تطعيماتها، كل حاجة، عشان ما وجهش دماغك يعني كل شوية بالتليفونات. لا يا حبيبتي، في أي وقت تكلميني هبعتلك اللي انت عايزاه من عندي قبل اللي عندي. مرسي. يلا يلا عشان نكشف. يلا تعالي يا بيلا، تعالي، وحشتيني قوي. وحشتيني يا بيلا، عاملة ايه؟ غضب وحزن في عشرات من البيوت المصرية التي فقدت مدخراتها. هل التسويق الشبكي هو توظيف المال في هذا العصر؟ هل سنرى السعد والريان ومثل هذه التجربة ولكن أونلاين؟ الحقيقة مجموعة من الشباب عملوا شركة محلية لمحاكاة شركات التسويق العالمية. هؤلاء النصابين استولوا على ما يقارب 100 مليون جنيه تقريبا، وما زالت التحقيقات مستمرة للوصول لكل من شارك. الحاجة دي تمام، مستنيك كل مرة بقى. مساء العسل يا فارس بيه. انت غيرت المكان ولا ايه؟ ده واقعة امنيه بقى. وانت بيهمك يا عمهم، حرس ولا تخون يا فارس باشا. المهم جاهز. مرع دايما جاهز. المهم استاف 100 100 نمبر 1 يا ريس. حبيبي ميت ميس عليك. صباح الفل. ايوه يا فارس، انت فين؟ هقابلك عند نفس الحته. لحد امتى هتفضلي ضعيفة؟ لسه مش عايزة تبطلي؟ عايزة يحصل لك ايه تاني من ورا الهباب ده؟
خسرتي جوزك بسببه وبقيتي حرامية. سرقتي مين؟ جوزك؟ لسه عايزة تشبي تاني؟ بعد ما شكلي بقى زبالة مش بس كده وحرامية وخلتيه يطلقك. طبعا عنده حق يطلقك، لو عالم بقى افتكرتي بتودي فلوس دي لمين. تغلبي على ضعفك بقى. يا فارس ايه الاخبار؟ كله تمام سعادتك. ايوه تمام. ايه يعني في اخبار؟ لا لسه ان شاء الله هعرف الاخبار باذن الله. ان شاء الله؟ امال تمام ايه وزفت ايه؟ لا انا قصدي عن الحاله الامنيه بتاعت الشركات كلها تحت السيطره. انا لسه عامل جوله بنفسي. نعم يا اخويا. حاله امنيه ايه وهباب ايه؟ الله، هو انتوا بقيتوا خايبين كده ليه؟ اتفضل يا استاذ، مش عايز اشوفك هنا تاني الا ومعاك اخبار. مفهوم؟ مفهوم سعادتك. طب اتفضل يا اخوي وريني جمال خطوتك. تحت امرك سعادتك. اهلا. اهلا بيك. اهلا يا حبيبي. اهلا بيك. تعال يا راضي. روح يا راضي. في ايه يا راضي مالك؟ ابدا سعادتك، الجدع ده اول ما بشوفه دمي بيتعكر. اوه يا عم راضي شيله من دماغك بقى. اقعد اقعد. مش لما يشيلني هو الاول من دماغه؟ قول لي يا راضي ايه الاخبار؟ تمام سعادتك، اخبار كويسه جدا. أنا هيدا اليوم بالنسبة لي تاريخي. ليه بقى إن شاء الله؟ ليه ليه؟ أنت اللي طلبت نسهر، دي أول مرة تحصل، ده تاريخي. يا أخي أنت شطان. إيه شطان؟ ليه ما تقولش إني رجعتك لحياتك وخليتك تستمتع؟ كلام أبلسة بجد. أبلسة؟ ماشي، مقبولة منك. أمال فين لامار؟ ليش بتسأل على لامار؟ يعني ما تكلمها كده هشوفها يعني أخرت ليه ولا في إيه بالظبط. طمن عليها يعني. تقبرني على عيني. طلع منيح لمارة. ايه لمار؟ هاي، هاي. كيفك؟ حياتك، كيفك انت؟ اخبارك؟ الحمد لله كتير منيح. ايه اللي اخرك انت؟ معلش كان عندي شغل كان لازم خلصه قبل ما اجي. ايه شو الاخبار؟ مش اخبار الدنيا مظلمه من غيرك. عاوزي اعمل المكان نفسه. مش ايه الكلام العسل ده؟ لسه قلت الرومانسيه بتاعتك دي. الراجل بقى شاعر بسببك. ايه اوكي، روح على اذنكم. روح امشي. ما بقدر، بقول لك ما بقدر. ولك انت على طول هيك.
ايوه بس ده موضوع خطير جدا. ضريه يا سادي، انت مال قلبك بقى خفيف قوي كده ليه؟ مش مساله قلبي خفيف، بس احنا عندنا حلول تانية كتير قوي. هو في ايه يا ثابت؟ هو انت اللي بتقرر ولا احنا اللي بنقرر؟ نفذ اللي قلت لك عليه. نفذ يا ثابت، نفذ يا ثابت. بس مالك يا عمي؟ خير؟ ساتر يا رب. تشرب ميه؟ تشرب بقى ميه. انت كويس؟ خلاص يا ثابت، بقيت مسجون بين أربع حيطان، لا قادر تتحرك ولا قادر تتكلم، وحمل كبير قوي فوق صدرك بتصرخ من جواك ميت صرخة، محدش سمعك ولا حس بيك، عايش مع كوابيسك وأشباح بتطردك. يا ترى الحكاية خلصت على كده ولا اللي جاي أصعب؟ يا ترى إيه يا ثابت؟ إيه؟ أهلاً 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 اهلا حبيب بابي. اهلا اهلا اهلا، انت حبيب بابي وروح قلب بابي من جوه. وحشني قوي يا تموره. انت قوي يا بابي. يا حبيب تامر، بس اللي وحشك. معقوله اللي انت بتقوليه ده؟ طب ده انا بموت في تامر، علشان ده هديه ام تامر ليا. ام تامر دي بلدي قوي يا عز. وايه يعني؟ في احلى من بلدي؟ من فات قديم وتاه. وبعدين لعلمك بقى، أنا راجل عصام، بنيت نفسي بنفسي، ما اتولدتش في بقي معلقة ذهب. بس أنت يا حبيبي بقيت في كاتجري تاني خالص، وخلي بالك رجل أعمالك كبير، كل كلمة محسوبة عليه. إيه حتى الكلام؟ الكلام كمان هيحسبوه عليا؟ مش كفاية الزفت اللي اسمه الفيسبوك ده راصد كل حركة للواحد، يبقى تعيش هتقرف. مالك يا حبيبي؟ جاي متعصب كده ليه؟ متعصب؟ هو اللي يشوفك يتعصب برضه يا إنجي؟ لعلمك اللي يشوفك يشوف كل حاجة في الدنيا دي جميلة وحلوة، وحتى لو عنده مشاكل ينساها فورا، ولو حاول يفتكرها ما يقدر. لا أنت مش عصبي خالص، أنت مزاجك عالي قوي. مش كده؟ بقولك إيه؟ العشاء جاهز؟ أنا ميت من الجوع. العشاء جاهز؟ وتموره سهران ومش راضي يتعشى غير لما بابي يجي، صح يا تموره؟ تموره ده حبيب بابي، حبيب بابي. طب يلا بقى غير هدومك على بال ما خلي ادريس يحضر لنا العشاء. اوكي تيجي معايا تموره؟ يلا. عندك عمي التاني برضو لازم تاخدي بالك منه. ما تقلقش على عمك، انا بعمل له كل حاجه قبل ما اجي عليا. شطوره. بقول لك ايه؟ اللحظه انت كده اتاخرتي خالص، لازم تروحي. ماشي، انا هنزل اخد تاكسي كده واروح على طول. تاكسي ايه؟ لا طبعا، انا اللي هوصلك. بس ما ينفعش هتسيب عمي كده لوحده. لا ما عمك نايم حلو اهو زي الفل، ما فيهاش حاجه خالص. يعني فلنفرض صحي محتاج حاجه. لا لا هو شاطر وهيفضل نايم لغايه ما اجيله. يلا هوصلك، مش هينفع اسيبك لوحدك. خلاص اللي تشوف. اتفضلي.
ايوه ماما. لا انا كويسه وزي الفل. ايوه حبيبتي، بس صوتك ما بيقولش كده. طب خلاص يا ماما، انا مش كويسه وبصرخ وبشد في شعري زي المجانين. ارتحتي يا بنتي؟ انت عايزه تقلقيني على طول عليكي؟ وايه اللي خليكي تقلقي بس يا حبيبتي؟ انا كويسه وزي الفل، مشكله طلاقي بقى انت كل ما تكلميني تفكريني بيها. يعني مش عايزاني اتكلم خالص يا راجيه؟ انا ما قلتش كده على فكره، بس لما تكلميني ما تقعديش تقولي لي مال صوتك وشكلك زعلان والكلام ده. حاضر يا دكتوره. طيب يا ماما، عايزه حاجه؟ عشان انا دلوقتي رايحه المستشفى اشوف العيانين اللي بجد، مش اللي مجرد متطلقين ومتضايقين شويه. اوكي، لو عاوزتي حاجه كلميني. باي. سلام. سلام يا قلبي. ايه ده، انت ما قلتلهاش ليه على العريس؟ هو انا لحقت؟ يا دوبك بتكلم دخلت فيا شمال. يعني ايه دخلت فيكي شمال؟ معلش انا مش فاهمه. يا سلام، ده انت عارفه دخلت فيا شمال ازاي وسمعاني وسمع كل حاجه. لا، عارفه انك مش عايزه تقولي لها. ومش عايزاني اقول لها ليه؟ علشان اتطلقت وانت خايفه على مشاعرها، وانا مش عارفاكي ولا ايه؟ الله، هو غلط ان انا اخاف على مشاعر بنتي؟ انت كاختها لازم تخافي على مشاعرها. ماما، انت فاكره بنتك فرق معاها انها اتطلقت؟ دي ولا في دماغها. يا سلام، انت عايزه تقول ان اخت الجبال لما بتحسش؟ انا بس عايزه افهمك حاجه، واحده زي راجيه دي تزعل ليه انها اتطلقت؟ دي واحده غنيه وعندها فيلا كبيره واحدث موديل عربيه ومعاها فلوس في البنك قد كده، تزعل ليه؟ هي اصلا مش فارق معاها رجاله. ما هو قرك ده هو اللي جايبها ورا. انا قراره يا ماما. يا سلام، واللي بتقوليه ده اسمه ايه؟ مش قر؟ انت بتحبيها اكتر مني. ايوه، جينا للاسوانه المشروخه. لا هي مش مشروخه، عشان دي الحياه وانت عارفه كده كويس. بجد؟ اه، ربنا ياخدني عشان ترتاحي مني. سايبها لك. انت يا بنت رايحه فين؟ راح اكلم وائل خطيبي اقول له ان ماما هتاجل الخطوبه عشان دكتوره الشمامين اختي لسه متطلقه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. يا قلبي يعني. ايه؟ ايه يا ابني مالك؟ في ايه؟ عايز انام. عايز تنام؟ يا راجل ده انت جاي النهارده متاخر، في ايه؟ ما نمتش طول الليل، كان عندي يعني شويه ارق كده. ارق؟ أراك ولا الشيطان اللي اسمه مشيل عدى عليك امبارح تاني وخرجتوا تسهروا مع بعض؟ لا يا عم مشيل ايه؟ انا قاعد في البيت طول الليل. ما انا مكلمك امبارح فوق الثلاث مرات وانت ما ردتش. لا، ما انا تليفوني كنت عامله سايلنت. بقول لك ايه يا ناير؟ بلاش تسيء على اخوك، عشان وانت رايح كنت انا راجع. كنت انت راجع؟ ماشي يا عم لاور. ناير، بلاش موضوع طلاقك من مراتك ده يدمرك، ويمشيك في سكه مش بتاعتك، ويمشيك في سكه مش لايقه عليك اصلا. بقول لك ايه؟ انت مكبر الموضوع كده ليه؟ يا ناير، يا ناير، انت عارف ان انت اكتر من اخويا، وبجد بقى انا يهمني مصلحتك يا جدع. ده انا اسراري كلها معاك، وبصراحه بقى اللي بره الحكايه بيبقى شايفها احسن مليون مره من اللي جواها. ايه رايك بقى ان انا اليومين دول في قمه السعاده؟ ما هتبدا كده في الاول يا صاحبي، بعد كده هتزعل، وهتزعل قوي كمان. ما تخافيش بالله يا حبيبتي، وحشتيني قوي. ايه ده، هو انتوا تعرفوا بعض قبل كده ولا ايه؟ ايه اللي اعرفها؟ دي مولوده على ايدي. بجد؟ طب كويس، معنى كده بقى ان انت عارفه عنها كل حاجه، تطعيماتها واكلها وكل حاجه. طبعا، انا كل بيت له الكارت بتاعه عندي. المهم طمنيني، انت اخبارك ايه؟ انا تمام كويسه. ليه بتساليني السؤال ده؟ لا ابدا يا حبيبتي، انت عارفه ان انا بحبك واحب اطمن على اخبارك، بس واضح ان المهندس رائف يعني بيعزك شويه زياده. أصل اشترى فيلا من عندي عشانك هدية. طيب بس عشان ما أعطلكيش، عايز أعرف عنها كل حاجة، أكلها، شربها، حمومها، تطعيماتها، كل حاجة، عشان ما وجعش دماغك يعني كل شوية بالتليفونات. لا يا حبيبتي، في أي وقت تكلميني هبعتلك اللي أنت عايزاه من العندي قبل العندي. ميرسي. يلا عشان نكشف. يلا تعالي يا فيلا، تعالي، وحشتيني قوي. وحشتيني يا بيلا، عاملة ايه؟ غضب وحزن في عشرات من البيوت المصرية التي فقدت مدخراتها. هل التسويق الشبكي هو توظيف المال في هذا العصر؟ هل سنرى السعد والريان ومثل هذه التجربة ولكن أونلاين؟
الحقيقة مجموعة من الشباب عملوا شركة محلية لمحاكاة شركات التسويق العالمية. هؤلاء النصابين استولوا على ما يقارب 100 مليون جنيه تقريبا، وما زالت التحقيقات مستمرة للوصول لكل من شارك